عندك انا بس 2 minutes. انا بديك تعب كريم. ماذا ما هي الاولويات المطروحه على رئيس الجمهوريه بعد انتخابه؟ الاولويات المطروحه على رئيس الجمهوريه بعد انتخابه اول شيء نشكر اهل صفاقس وكل المنسقين الجهويين المحليين في صفاقس لدعم مساندته بعبد الدين الزبيدي كمرشح لرئاسه الجمهوريه. الاولويات تعرف الاولويات عندك على المدى القصير والمتوسط والبعيد. على المدى القصير هو قبل كل شيء جواب الشباب، والاجراء اول اجراء حنقوم به هو فيما يخص الشباب على سالك الزطلة لاول مره اللي هما في غالب الاحيان شباب بين 16 و 18 سنه. هذوما من ناحيه الحكم بالحبس كذلك المسجونين الحاليين خرجوهم من الحبوسات الاستهلاك من اول مره دائما ناكد عليه. كذلك فيما يخص الاستهلاك القديم ولا البلتان نمرو 3 بطاقة عدد 3 نتاعها قاعدة المسخة نمحيو آثار الاستهلاك لأول مرة في مخصص الاستهلاك. كما تعرف هو يمكن قريب 30% من السجناء الحاليين هما شباب متعلقين متعلقة قضيتهم باستهلاك الزبط، والأماكن نفرغوها نحطوا فيها الناس اللي لازم تكون في الحق في الحبس. منهم يعني على مستوى توصيف جرائمهم. الظلم والبركاجات والنسيب والفوضى اللي تعرفوها اللي هي سايده في تونس منذ سنوات. هذا الاجراء الاولى. اما الاجراء الثاني هو يتعلق بتركيز بعث صناديق الصندوق الاول هو لمقام الفقر. الصندوق الثاني هو تحسين البنيه التحتيه في المناطق الداخليه. الصندوق الثالث هو الشباب. هذه مسألة اقتصادية فما مجهود من عدة دول شقيقة وصديقة باش يعاونونا في الإطار هذا. الأولوية الثالثة هي تتعلق باسترجاع قوة الدولة. كما تعرف قوة الدولة تتمثل في قوة القضاء مستقل وعدل، قوة مقاومة الإرهاب وجريمة المواطنة، وقوة مقاومة الفساد. كما تعرفوا إلى السنوات الأخيرة نظرا لضعف السلطة وصلنا وضعية على ما يكونش باش تتوصل. الأولوية الأخرى هي تخص سيادة الدولة وخاصة هيبة الدولة. هيبة الدولة مش باش نحكيو عليها كشعار، هيبة الدولة ما عندها معنى كان وقت المواطن يلقى الهيبة بتاعه. الهيبة بتاعه تتمثل فاش؟ في احترامه، تقديره، باش نعطيه حقوقه. والهيبة هذه تنجم تكون كان باحترام القانون وتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين وكذلك القيام بواجباته. اليوم سيادتكم في صفاقس شنو هي الرسالة اللي باش تقدموها للجيش؟ هذا السؤال بتاعي قال لي شنو البرنامج بتاعك؟ وقت الشيخ تفضل. البرنامج النقطة الثالثة ولا الرابعة تخص الشباب. تخص الشباب كما تعرف فما وزوف تام الشباب على السياسة وفي الحقيقة مش كان السياسي كان الشباب 80% من التوانسة بالأعمار بتاعهم الكل عشان عندهم ثقة لا في السياسة ولا في السياسيين. حتى نجيب الشباب أكثر من 90%. لك علاش الشباب التجأ شاء لجمعيات اللي هي مدنية، جمعيات مدنية، وهذا لازم الشباب خاطر الدولة ما تخممش مستقبل الشباب راهو الدولة ما عندها حتى مستقبل. محور آخر اللي هو مهم جدا بالنسبة لعبد الكريم الزبيدي اللي تمتع به منذ الصغر بتاعه هو استرجاع المصعد الاجتماعي. المصعد الاجتماعي كما تعرفوا الجيل ياني انتفعوا به كل شباب الجيل بتاع ياني. وقينا جانبنا دولة جمهورية المدرسة المدرسة الجمهورية البرجيبية لكل ريبوبليكان بورقيبة
هل هي ما كانت موجودة في كل مناطق، فتحت أبوابها في كل مناطق. فبالتالي تعدينا للتعليم الثانوي، كانت عنا إحاطة زي كيف كيف مسؤوليات ومسؤوليات، وبعدين تعدينا للتعليم العالي، كنت عنا منحة اللي هي لا يستهان بها، ما نحبش نقول قداش لازم تعرفوها، وكملنا دراستنا ووصلنا أعلى درجات وأعلى درجات الدراسة، وكنا ديما دولة كانت واقفة إلى جانبنا. ولهذا حب الرجل واحد المصالح الاجتماعي، هذا ثم ناس ثم شباب اللي عنده قدرات كبيرة، بقينا نظرا لضعف الوضعية المالية المادية ما نجموش يواصلوا، ولا نحاول نرجعوا. الحاجة الرابعة نشكركم على خدمتكم التعبة وفي النشاط المترشحين الجمهورية، نشكركم على المتابعة هذه حاجة كبيرة. الحاجة الثانية نحب نقول لكم ألا اللي كان ثم مكتسب ألا ربحناه منذ بداية الثورة، هو حرية الرأي والتعبير، عاد حرية الرأي والتعبير. المكتسب بدأ يجب أن ندعمه ونستعمل ضعيف ونزيد أن ندعمه، وحتى لو كان فما دي ديراباج طون زون طون أنا فيها بس بوغير أبواب برس ليبر من برس ليبر أبيك دي بتي ديراباج اللي هم تنظموا شوية بشوية خير، معناش من برس بكل ولا قد برس ليبر. هذا الشيء نحب نأكد عليه. أنا فيما يخص تعبير في نسبتي الساعة يزيكم تعرف عمري مش كيف في حياتي حد، ولهذا لا شكيت لا صحفي ولا ناس أخرين عاديين، وعمري ما نشكر وعمري ما نشكي حتى صحفي مهما تكتبوا مهما تقول. هذا واحد أنا أسف كلمة أعطينا واحد آخر بعد في علاقة بالصحافة كبير أثرته تصريحكم لقناة حنابال من مترشحين آخرين للرئاسية بخصوص لما كنت مزير دفاع بخصوص كانت وضع دبابات لمنع نواب من الانقلاب، كان هناك أثره مرشحون للرئاسية. ما تعليق عليهم؟ الموضوع هذا أعطينا شكرا قيمته. جات في دار التعبير تفور العربي ما عادش باش نتعبروا عليه. واحد يقول حبيت الهمي يطمن الفرنسا الكل ويقول لهم لا سبيل الى الرجوع الى الوراء، ولا فما لا انقلاب لا على الشرعيه ولا انقلاب عسكري. باش نقول لك الدبابات هذيك اللي خوفت التوانسه هي سيتينار ديسوازي، انا نقول لكم لقات تقريبا ثلاث سنوات موجوده في مجلس النواب باش تحمي مجلس النواب. ولهذا استعملت Thank you.
وراني حبيت نقول لك مشيت بالواحد بتاعي مشيت المحكمة العسكرية بقينا بتعرف تكمل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي هو سنة 2011 نحى النيابة العمومية لما عادش ترجع للنظر لوزير الدفاع في المقلبتين هو وزير الدفاع يقرر هو وزير الدفاع كذا هو يعطي بالتضحيات هو يعطي بالرتب أو كذا أعطيتها وكيل الدولة العام للقضاء وكيل الدولة العام للقضاء عين قاضي المحكمة العسكرية اللي هو يتلقى كل التساؤلات ويعطي الأجوبة كاملة كيف عملنا على غير الموافق الإداري الوظيفة العمومية عملنا موافق إداري للعسكريين لأن نطق رسمي وقت الصحفية معناتها نطق رسمي صحفية كان في المحكمة اللي صارت في المحكمة العسكرية قلنا عندنا ديما شكون وقتها توا عندكم توا ما لا في زائد موجود في المحكمة العسكرية مش فاقص المحكمة دايما مش فاقص لا أنا كيف فاقص أنا أحكي على شخص أنا على التجربة بتاع شخص كانت موجودة واتنحت حتى نبدأ بتونس هي محكمة تونس كانت مش موجودة ولهذا نبدأ بتونس وبعدين لي عن الكيف وصفاقس بتعرف عملوا هي عملوا صفاقس وبعد نحات قبل كنا نتعاون بها أنا مش في أنا حسب اعتقادي النطق الرسمي بلسان على لسان وزارة الدفاع لا قضاء العسكري قضاء العسكري قضاء العسكري ينجم يكون واحد المركز اللي هو في تونس واللي هو في علم كل قضايا تعرف على لسان كيما احنا قلنا التجربة كانت ناجحة لأنه المحكمة في صفاقس احنا مش نسألوه كان على القضايا اللي تتعلق بصفاقس ايش يصير كي يولي في تونس يولي جماعة صفاقس يعطيوه لتونس وعلى بعد يرجعونا لنا احنا صفاقس احنا عملنا تو في تونس هي. نعم في صفاقس وفي الكف الله ان شاء الله تصير السؤال بتاعك السؤال بتاعك اعطى النتيجه بتاعه طبعا ركزنا ناطق رسمي في تونس العسكري في تونس قريب يعني طول مره على الثاني صفاقس والثالث في الكف ان شاء الله هاي نسلم شكرا بارك الله ان شاء الله نشوفوك بعد رئيس هلا في الخير تونس ربي يسعدك سيد الرئيس سيد الرئيس مزيل 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 شوي سيد الرئيس سيد الرئيس مبروك على الجهة مبروك على ناس دونيس مبروك على سيد الرئيس الله يرحمه مبروك على اجتماع 55 مؤتمر 55 55 اليوم اعتقد ان مبروك على تونس الشخص سيد الرئيس عبد الكريم الزبيدي هاي حد يجي خليت ولا سيد الرئيس هاي سي عبد الكريم الزبيدي اسكول السالة سيد يا ولد نحن قايف للسالة أمر قديش برشا